ننتقل إلى خبر آخر في هذه الجولة. السيادي، السودان يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة. قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة حرمته من استغلال موارده، وشدد على أن إنجاز ملف السلام خلال الفترة الانتقالية يتطلب مجهودا أكبر وأسرع. وأشار سليمان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي يوم السبت بمطار الخرطوم خلال استقباله القيادي بالجبهة الثورية أمين داود، أشار إلى أنه مضى نصف الزمن الذي حددته الوثيقة لإنجاز ملف السلام. وأضاف داود أن وجود أعضاء الجبهة الثورية بالخرطوم ينذر بتتويج مسيرة النضال إلى شراكة، وأن وصولهم تأكيدا لهذه الشراكة وترتيب الأوراق. دي القضيتين، القضية الأولى هي الاقتصاد والقضية الثانية هي السلام. ولعل في الجدول بتاع الحكومة الانتقالية الآن وضعت الستة أشهر دي للسلام، بمعنى أنه يتم التواصل مع الحركات التي تحمل السلاح الآن، والإرجاء بتاع تشكيل المجلس التشريعي وإرجاء تشكيل ولاة الولايات كلها، أنا أفتكر مساحات لأنه هذه الحركات تنضم إلى مسيرة السلام وتأتي بالداخل. الآن من المقرر أنه في منتصف هذا الشهر أنه تبدأ جولة جديدة من التفاوض، لكن الواضح في المسألة أنه السقوف عالية جدا بتاعة الحركات الكفاح المسلح في مسألة السلام، وتريد أن تحل قضايا السودان أو القضايا التي يعني رفعت السلاح من أجلها في الفترة القصيرة دي قبل أن تنضم إلى مسيرة السلام. وأنا أفتكر دي رؤية ما سليمة، يعني إذا كان الآن في مساحة لأنك أنت تنضم إلى السلام بالداخل وتعمل مع الآخرين في أنك كيف تعالج مشاكل السلام، أنا أفتكر بيكون أفضل. فشاعر بأنه لسه في تمترس بعيد جدا من الحركات المسلحة في أنها تنضم إلى مسيرة السلام أو تحقق في ستة شهور. حقنا إحنا برضو ما نخد الميقات الزمني بدون ما نضمن الجوانب الأخرى. يعني نتكلم عن ستة شهور، ده يمكن يكون رؤيتك أنت بمفهومك أنت، لكن في جوانب أخرى وفي عوامل خارجية كثيرة جدا ممكن تأثر سلبا وإيجابا، عشان ما تبدو كأنما أنت يعني ما عندك مصداقية. فهذه المسألة أنا شايفة مهمة جدا. النقطة الثانية في الحديث هي مسألة الاقتصاد السوداني. حقيقة تركة مثقلة جدا من النظام السابق موجود الآن أمام الحكومة الانتقالية، والمتابع بيلقى أنه في صعوبة عملية جدا للحكومة الانتقالية دي أنها تعالج مشاكل الاقتصاد في الظروف الحالية دي وبالسرعة المطلوبة. يعني إحنا حقه برضو ما نحمل الحكومة الحالية أكثر مما يجب، بمعنى أنه في عوامل داخلية وخارجية وفي ظروف سابقة وفي ارتباطات كثيرة جدا ممكن تعوق الاقتصاد السوداني وممكن تؤدي إلى أنه المشاكل ما تحل بالقدر المطلوب، لكن ده كله ما بيعني أنه الناس تجيف. لا بد من استغلال مواردنا الداخلية. أنا في تعليق لي عن حديث وزير المالية إنه محتاجين الآن لخمسة مليار دولار لكي ننقذ الاقتصاد ولكي ندعم الميزانية الجديدة والاعتماد على أصدقاء السودان، دي كلها نفتكر وعود غير يعني مرجوة بالتجارب وبالمسائل العملية جدا. نحن الآن بنتكلم عن ديون السودان اللي هي كلها ما بتتجاوز لها 20 مليار، الآن بفوائدها أصبحت 55 مليار. بنتكلم عن قروض ومعونات البنك الدولي وصندوق النقد لا يمكن يديها ما لم يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للحرب. الرئيس الأمريكي بيعلن عام تاني آخر حتى النظر، يعني دي كلها عوائق الآن موجودة. كيف نحن ممكن نستثمر بالداخل مواردنا الداخلية؟ نحن الآن عندنا موارد داخلية، إذا كان بتتكلم عن العجز في الميزانية السابقة ما يقارب 8 مليار دولار، يعني أنت عندك واردات 3.8 مليار، عندك صادرات 3.8 مليار صادرات و11 مليار واردات، عندك عجز في الميزان التجاري كبير جدا. انت كيف ممكن تسيد هذه المسألة؟ انا افتكر حقه المرحلة دي تكون الاهتمام بمواردنا الداخلية، سواء كان زراعة بمختلف انواع، ثروة حيوانية، معادن، كيف نحن ممكن نوظفها لسد جزء من الفجوة. اي اعتماد على اصدقاء او على مجتمع دولي انا افتكر ده سراب لا يمكن أن يتحقق. والكلام ده يعني مش تشاؤم، لكن بالواقع الفعلي تجاربنا وتجارب السودان وتجارب دولة جنوب السودان الوليدة مع وعود المجتمع الدولي هي كلها راحت سلام. فالاقتصاد السوداني فعلا نحن في مشكلة حقيقية جدا. أنا أفتكر إنه الاقتصاديين بتاعنا يملكون من المقدرات التي يمكن أن توظف مواردنا بالشكل الأفضل. فالحكومة الانتقالية دي لأنه مهام محددة
وفترات ذاتها محدده حقه تبدا بالاولويات. الان نحن لما نتكلم عن الاقتصاد السوداني بنتكلم عن معيشه المواطن اللي هي كانت واحده من الاسباب الرئيسيه لازاله النظام السابق. صحيح. تابعنا كلنا الوقود والنقود والمحروقات كانت الازمه الاساسيه اللي بدات الشراره. الليله نحن هسه بنتكلم الدولار وصل 80 جنيه. يعني معناها لسه انت ما عندك اي تغطيه. حديث وزير الماليه ذاته ما مبشر انه يعني رصيدنا من العملات الاجنبيه هو ما بزيد عن فتره شهر. دي انا افتكر ذاتها مشاكل كثيره جدا، دي بتعقد المساله وبتخلي المتعاملين بالعملات الصعبه انه يتمترسوا عشان يربحوا اكثر. وطبعا مسائل موضوع ثاني، لكن انا افتكر انه حقه الحكومه تشتغل على الاستغلال الامثل لمواردنا الداخليه. بالضبط. يعني الاعتماد على الخارج ده انا افتكر غير مجدي بالتجارب الحقيقيه. نشوف نحن عندنا من الصادرات السمسم والصمغ العربي والزراعه كلها، نشوف الثروه الحيوانيه بتاعتنا دي، نشوف كيف ممكن نحن نطلع منها ال 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 الخروف، ممكن تطلع منه 11 مكون. الصناعات التحويليه. الصناعات التحويليه، الان انت بتصدر بتصدر كده. ايوه بتصدر. يعني دي كلها افتكر اشياء مغدور عليها، لو اشتغلنا فيها ممكن نسد جزء من الفجوه الاقتصاديه.